أكيد مفيش حياة من غير مشاكل، أكيد مفيش حياة من غير أزمات، وبالتالي أصبح لينا الكثير من المشاكل مع تقدم نقول وسائل التطوير والتكنولوجيا، وبالتالي كمان بتتسع معها المشاكل والأزمات. كلنا بنجري بناخد دورات تدريبية في إدارة الأزمات أيا كان هذه الجهات، ولكن التنمية البشرية دايما بتبحث على الراحة للإنسان، ولكن بنأتي المشكلة ليس فقط دايما بنكلم حضراتكم عن الخلاف أو الاختلاف ما بين الزوج والزوجة، ولكن النهاردة بنتكلم عن فن حل المشكلات داخل العمل. معانا أستاذ الإدارة العامة وإدارة الأزمات دكتور مجدي الفرماوي، بنرحب بحضرتك معانا. أهلا بيك يا فندم. يمكن هذا الأمر وأنا بحس أنه هو ليس بالسهل، ولكن طالما عرفنا أن في إتيكيت أو فن لحل المشاكل، لأن إتيكيت هو علم هو فن، وبالتالي حل المشاكل أصبح من الأمور التي لابد لنا أن احنا نمتلك قدرة، نمتلك مهارات حتى نذيب هذه المشاكل أو هذه الخلافات. رأي حضرتك في معنى المشكلة في حياتنا الآن؟ والله حضرتك قلتي كلمات مهمة جدا في علم الإدارة وعلم الأزمات، وهقول علم حل المشكلات. كلمة مهارات هي مهارات، حل المشكلة مهارة بكتسبها. ازاي بكتسبها؟ بالعلم. بس احنا لو اتكلمنا بالعلم مش هنبقى في طعم البيوت هنا. احنا عايزين العملي بالظبط وما كده يدور في حياتنا الحقيقة كمان من مشاكل. عايز حضرتك نتفق مع بعض ان احنا ندوب العلم ده اللي هو كلامه نظري شوية، ندوبه ونخليه بطعم البيوت. فهنقول ايه هي المشكلة. اول حاجة لما اجي اقول كلمة مشكلة معناها ايه؟ كلمة مشكلة وكلمة أزمة. حضرتك قلتي أزمة وقلتي مشكلة، أكيد المشكلة تختلف عن الأزمة، لأن المشكلة لو ما حلتهاش هتتحول إلى إيه؟ أزمة. أزمة وأزمات. مشكلة فوق مشكلة فوق مشكلة ما تحلوش بقوا أزمة كبيرة. طيب معنى المشكلة إيه؟ وضع كائن ووضع مأمول أن يكون. في بينهم إيه؟ جاب أو فجوة. يبقى المشكلة هي الفجوة بين اللي أنا أأمل أن يكون والمأمول اللي هو كائن والأأمل أن يكون. تمام. طيب دي المشكلة. طب أحل المشاكل إزاي؟ ده مفهوم المشكلة، أحلها إزاي؟ هل بتختلف المشكلة ولا هي ليها قواعد أساسية في هذه الحلول؟ بمعنى أن أنا دلوقتي هتكلم عن مشكلات، حل المشكلات بصفة عامة، ولا هنتكلم في مجال العمل هل هو مختلف عن حل المشكلات بيني وبين زوجي مثلا؟ هي واحد. يعني قاعدة طريقة ستية. واحدة. هقول قاعدة عامة أولا، علشان أتصدى المشكلة لازم أكون إيه؟ هادي كول، لأن الغضب بيطير العقل. أكيد. يعني دايما الإنسان الغضبان أو المنفعل هيفكر إزاي؟ وفي أخطاء بقى طبعا. أصل التفكير ده هو المورد الأساسي للإنسان، هو اللي بيجيب لي الموارد الأخرى. طيب هكون هادي وابتدي احل المشكله. حل واحد للمشكله هو ايه؟ تحديدها، احدد المشكله. في انا اسالك انت زعلانه ليه؟ انا عندي مشكله بس مش عارف ايه. يبقى ايه اول حاجه ايه حضرتك؟ احدد المشكله. لا ده حاجه بتقول كده، ده اول حاجه حددها المهاره. انا كده حضرتك عندك المهاره انك انت استشفيت مني ان انا عندي مشكله. طب كل الناس اللي قاعده في البيوت يا فندم مش عندها نفس المهاره دي بالظبط. احنا بنكسبهم المهاره دلوقتي. تمام. فانا المهاره اللي انا بديها لهم بقول لهم اقعدوا مع نفسكم شوفوا المشكله فين. في عالم ياباني في الخمسينات اخترع حاجه اسمها ايه؟ الفيش بون. ايوه الفيش بون او عظم السمكه. عظم السمكه. تمام. راس السمكه هي المشكله اللي حددها. ايوه. والخط الافقي اللي طالع منه الشوك هي دي التفصيلات. أيوة. والفرعيات بتاعت الـ المشكله. طب هتصدى بقى للمشكله. أيوة. بايه؟ ازاي احلها ازاي؟ طيب. عرفت بقى تفصيله نص الحل فين؟ في اللي انا عملته ده. ابتدي اللي هو ان انا افصل المشكله الى اجزاء عن طريق الفيشبون، وابتدي اشوف الحاجات الغير اساسيه في المشكله. مش هي دي مشكلتي. طيب دايما المشكله حضرتك يعني لما بنعتبرها او يعني بنقول ان هي فعلا مشكله لما بنحاول فيها
اكتر من مره. يعني انا بالنسبه لي كشخصيه مثلا اقول لا هي مش مشكله طالما انا بحاول احلها مره في مره في مره، تمام. وبعد كده بلاقي ان المشكله دي تفاقمت لعجزي لايجاد حل لهذا الامر، وخاصه في مجال العمل. انا عايزه بس الحق افيد الساده المشاهدين، وقتنا قليل لان مجال العمل هو اللي بيبقى فيه مشاكل متفاقمه، وهنا الذكاء او القدره او المهاره. تمام. طيب شايفين الصوره برضو حضرتك بتعلق عليها انه بيبقى فيه بيبقى دايما فيه طرفين، وكل واحد فاكر نفسه اللي هو الصح وان هو التاني هو الغلط، وبالتالي الاتنين بيفضلوا يشدوا مع بعض وما في الاخر ما بيصلوش لحل، ودي قمه المشكله او اللي انا بشوف هذه اللقطه هذه هي الازمه. تمام. هو المشاكل في العمل بين الزملاء بس ولا بين الفرد نفسه؟ أيوة. ورئيسه ممكن. أيوة. ممكن الفرد نفسه وطبيعه العمل. تمام. المشاكل دي لازم اتصدى ليها. أيوة. اتصدى ليها ازاي؟ بالتفكير، حاجه اسمها العصف الذهني، اقعد افكر فيه بالظبط كده. تمام. ابداع، اجيب حلول ابداعيه خارج الصندوق، افكر بره الصندوق. لو انا خدت الامور التقليديه التفكير الروتيني مش هوصل لحاجه. لازم اخرج بره الصندوق وابتدي اعمل عصف ذهني مع نفسي كفرد او مجموعه. العصف الذهني ده بيديني ايه؟ حلول ابتكاريه للي بيحصل بيني وبين الزملاء. طيب الحوار ممكن يحل، ادي حل. طيب الهدوء والبعد عن الغضب بيننا وبين بعض ممكن يجيب نتيجه. هل التغافل برضو ممكن يجيب نتيجه؟ والتسامح وابداء حسن النيه والكلمه. يعني في مبدا مهم قوي، اذا كان عندي كلمه حلوه اقدر اقولها هقولها. ايوه. طب لو عندي كلمه وحشه؟ ايوه. افضل ان انا ما اقولهاش لانها بتغضب وبتستنى جوه الشخص ويفضل فاكرها. ممكن يتسامح بس ايه مش هينسى. هل من الصح ان او من الافضل ان احنا نواجه زميلنا او زميلتنا او رئيسنا بما يؤرقنا مثلا، ولا لازم يبقى في وسيط يعدل ما بين يعني الطرفين؟ الوسيط مش هيفيد، مش هيفيد. ممكن يزود التاني. ممكن يزود، لان احنا لا يعني انا ده المشاكل الزوجيه حق قلتي. في مشاكل بين الزوجين لو تدخل حد من بره ممكن يزود بالظبط، لان دي بتزيد المشكله. تمام. لكن العمل بقى بالنسبه للعمل بالنسبه للعمل انا هبتدي اعمل زي ما قلت لحضرتك كده. ممكن لو وقتي كسمع اقول لك طريقه مهمه اللي هي القبعات السته يلا بسرعه نلحق بالوانها لو حابه. طبعا طبعا يا فندم. يا ريت. يعني العلماء قالوا ايه؟ قالوا في قبعات سته للتفكير وليهم الوان، الاسود والابيض والاحمر والاصفر والازرق والاخضر. تمام. معنى ايه الالوان دي؟ الاحمر دليل ايه؟ الحب. تمام. لو استخدمت القبعه الحمراء وانا بفكر يبقى انا ايه؟ حبدي ايه يا فندم؟ المشاعر. العاطفه. المشاعر العاطفيه. ننتقل الاسود تشاؤم، الابيض قبعه البيضة اللي هي السلام والتسامح والحياديه، الخضره الابداعيه لانه اللون الاخضر النباتات ابداع، اللون الاصفر لون الشمس اللي هو الايجابيه، الازرق الشمولي لون السماء والارض. لو انا بقى بصيت للتفكير من الزوايا دي حضرتك، ست زوايا اهو بست قبعات، افضل ولا هبص من زاويه واحده؟ في ناس بقى نقول بتفكر المهارات دي بقى يا جماعه اللي هتكلم مع دكتور مجدي فيها، ان انا حضرتك دلوقتي سهلت لي جدا الموضوع. لو قدامي ست قبعات وبالتالي انا جربت الاحمر لقيت مش نافع، ادخل بقى اخلي الاسود اخر حاجه المفروض. لا يا فندم، انت ما تجربيش القبعه وتلبسي اللون الاحمر وتبصي خلاص بقى ده عاطفه. لا، هنلبس كل القبعات بذات الموضوع بذات المشكله معاً كله ورا بعض بالترتيب. وتدي لكل قبعه درجه. يعني انت في واحد يعني متسول بيمد بيقول لك اديني حاجه. لو لبست القبعه الحمراء هنا هتعمل ايه مع المتسول؟ هديله كل هديله العربيه واديله كل حاجه. لو لبستي القبعه الخضراء، في بنت من شرق اسيا كده شافت واحد ركبه بايظه كده وقاعد في فيديو كده، فخدت القبعه الخضراء اللي هي الابداعيه حطيت له في طبق كده سحليه او حاجه كده
راحت مديها له راح متخضر راح قايم واقف. ايوه طلع ايه؟ ان هو مركب ده علشان كوسيله للجذب. يبقى لبست القبعه الخضراء. ايوه فادتها ولا ما فادتهاش؟ لو لبست القبعة الحمراء هتديله. حضرتك تقصد الابتكار هنا ايه؟ ابتكار في التعامل مع الاخر، يعني انا بشوف هو بيحب ايه اعملها له، نوع من انواع التقرب. ما هو ابتكار، ما انا قاعده ببتكر ازاي اعرف اتكلم معاه وانا شاده منه والعكس صحيح. يعني وده نوع من انواع الابتكار. هتتعاملي مع طفلك ابنك او بنتك. احنا بنتكلم في العمل يا فندم، انا عايز في العمل دي عايزين نفوز بخبره حضرتك. خلينا في العمل. أوه. طيب انت الزميل او الزميله دي اللي هو في بينكم مشاكل. ايوه في بينكم مشكله. هتلبسي جميع القبعات. أيوة. قد تجدي ان القبعه الحمراء جابت نتيجه. ايوه مع زميلتك دي. تمام طبطبتي عليه. طيب مشكله مع الرئيس. ايوه ودي الاهم بقى، مش هينفع. الرئيس واخد يعني أيوة موقف قوي، انا ازاي اقدر اتعامل برضو في حدودي وفي نفس الوقت اكون امتلكت هذه المهارات. بالظبط كده، ازاي اتعامل مع رئيس اللي واخد مني موقف. ان انا ابدا معاه بالحوار والمواجهه. ما ابعدش. ايوه لو سمحت حضرتك ليه واخد مني؟ لكن حوار منضبط يعني هنا برضو. لا طبعا ما فيهوش خروج غير لما بيبقى مع زميلي يعني. واحنا حتى مع زميلي احنا قلنا مبدا هام قوي، الهدوء وعدم الغضب. لان الغضب بيضيع حقك حتى كمان، بيضيع حق التفكير. فهي مشاكل العمل تحل بالحوار. بالحوار. طيب. بالهدوء. طيب احنا دلوقتي لو عايزين نقول الازرق بقى، لان انا نفسي اعرف الازرق. الازرق الشمولي نظر اوسع. لون اللي هو لون السماء ولون بمعنى البحر. ايه بمعنى ايه؟ لو بصيت نظره شموليه للمشكله اوسع منها. من الزاويه الصغيره. هقدر الاقي جوانب كتير قوي مش شايفها. ايوه انما لو لبست القبعه الزرقاء دي وبصيت هبص الاقي، طب انا ليه مش شايف ده؟ انا مش شايف انه زميلي ده عمل لي حاجه زمان. أيوة. او زميلتي دي عملتها. او ممكن رئيسي ده لو كلمته كذا. دي نظره شموليه. هاخد حد دي درجه، ودي الاحمر درجه، ودي. أيوة. وفي الاخر. أيوة. هبقى بصيت للمشكله من ست زوايا. تمام، ادي ست زوايا استخدمناها وانا مع حضرتك. جينا بقى فتره من الفترات او مرحله من المراحل قد يعجز الفرد ان هو يلبس ولو حتى قبعه من كتر ما هو حاول مع ست الوان وست قبعات وهذه المهارات. هو حاول. من كتر محاول. ما هو حاول. نيجي بقى هنا، الازمه قد تكون تعنت من طرف او غيره. ماذا عن الحل الامثل اللي حضرتك شايفه؟ اول حاجه ما اعترفش ان انا فشلت معاه، لانه لو اعترفت بالفشل يبقى مش هتقدم. تمام. في قانون كده جميل ربنا عامله اسمه قانون البذور. ايه قانون البذور؟ ليه التفاحه حضرتك ربنا حاطط فيها بذور كتير مش بذره واحده؟ ليه؟ عشان لما اخد البذور دي بعد ما اكل التفاحه بذور كتير وارميها في الارض تطلع اكتر. قد تفشل بذره وقد تنجح بذره اخرى. هستخدم القانون الالهي ده في المحاوله مع مرة أخرى. أيوة. تالتة ورابعة وخمسة. أيوة. ما حسش بالفشل، لأنه ما فيش، أنا بعترفش بحاجة اسمها فشل في أي علاقة، لأن احنا بشر. والبشر دول أنت النهاردة مبسوطة، جاية مبسوطة. أيوة. بكرة مش مبسوطة. طب إيه هو المشاعر هي اللي بتحرك. إن زي ممكن أبقى أختار وقت كويس للنقاش. اختيار أوصل. خلاص أنا كده هنقف عند يعني وختامه مسك، قصة ان انا اختار الوقت المناسب يا جماعة عشان احل المشكلة قبل ما تبقى ازمة. صح كده؟ صح. عندنا بقى، مش عايز اقول مشكلة دايما بتقابلنا كل يوم، الشيفات عندنا كلهم كده بيتنافسوا. طبعا بشكر حضرتك طبعا وجودك معنا، بس بيتنافسوا منافسة شريفة جدا، والاخر بيطلعوا لنا اشكالية ان احنا كل يوم لازم ناكل ولازم ندوق. مي ودينا اخباركم ايه النهارده؟ حاجات النهارده شكلها حلو قوي الحقيقه. شيف مي عامله كده حاجات جميله قوي، وهنعرف بقى شايف ومتابعكم برضو معانا. يعني تفاصيل المكرونه دي لازم نعرفها عشان حاجه سهله وسريعه. اكيد طبعا. عايزه اقول هي ازمات يا دينا، احنا في ازمه كبيره. التورته دي هتتقطع ازاي وناكلها كلنا؟ انا حكي يا فندم يعني نورتنا، واكيد هذه البدايات واعتقدها انها بذور اللي حضرتك النهارده نثرتها كده وضعتها.
احنا نبتدي نشتغل عليها. ودايما حضراتكم معانا من خلال تخصصاتكم وخبراتكم زي حضرتك طبعا اكيد نموذج مشرف لحل مشاكل كثيره واداره ازمات اكثر. اشكرك يا فندم. اشكرك دكتور مجدي الفرماوي، كان مشرفنا من خلال هذه الفقره، استاذ الاداره اداره الاعمال وبالتالي والاداره العامه، وبالتالي اهم شيء اللي هركز عليها اداره الازمات. مشاهدينا لدينا الكثير لحضراتكم، بشكركم على حسن متابعتكم لهذه الفقرات. ان شاء الله نكمل مع دينا باذن الله. لكم تحياتي.